مع صحيفة العربي الجديد، فقد قالت إن ظاهرة عمالة الأطفال تتسع في اليمن، إذ اضطرت ملايين الأسر تحت ضغط ضيق العيش إلى الدفع بأصحاب الأيدي الصغيرة إلى الورش والمحال التجارية والأسواق لتحصيل رزق زهيد يعينها على عدم قدرتها المالية الهشة. أضافت الصحيفة أن مئات الآلاف من الأطفال اليمنيين دفعتهم الظروف الاقتصادية الصعبة إلى العمل في سن مبكرة في أعمال شاقة رغم أجسادهم النحيلة، حيث يضطرون إلى حرمان أنفسهم من حياة الطفولة والخروج إلى سوق العمل، إذ بلغت نسبة الأطفال العاملين الذين تتراوح وأعمارهم بين 15 و11 11%. وفقا للعربي الجديد، فقد ساهمت الحرب باليمن في تزايد ظاهرة عمالة الأطفال مع انهيار الوضع الاقتصادي، حيث توقفت رواتب الكثير وانعدمت فرص العمل وانهار سعر صرف العملة الوطنية. فيما قال باحثون اقتصاديون إن الفقر يعد السبب الرئيسي في تزايد ظاهرة عمالة الأطفال في اليمن، إلى جانب عوامل أخرى منها العوامل الاجتماعية التي ترى أن عمل الطفل يساعده على أن يكون رجلا يعتمد عليه.